ناخد اتنين تاني من ابائنا الرسل. احنا خدنا كم واحد؟ خدنا يعقوب ويوحنا وبطرس وندراوس ويعقوب وفيلبس بارسلوماوس. جاي في الترتيب بارسلوماوس. بارسلوماوس هو نفسه ناس نائل، لان في ناس لما بتقرا ال 12 المكتوبين في انجيل متى مثلا وتقارنهم باللي مكتوبين في انجيل تاني تلاقي في اسماء مختلفه. اغلب الاباء كان ليهم اكثر من اسم زي سمعان بطرس، ومن هنا بتيجي اللخبطه. نسنائيل هو نفسه بارثولوماوس، ونسنائيل ده هو اللي موجود في يوحنا واحد اللي في لوبوس راح يقول له وجدنا مسيا، فقال له من الناصره يمكن يخرج شيء صالح وهكذا. ودول مذكورين في متى 10، يقول فيلبس وبارثولوماوس توما ومتى العشار، كان كده مكتوبين اتنينات. غالبا الاتنينات دول هم اللي بعتهم المسيح، فلما تلاحظ ان هم مكتوبين كده ثنائيات مش بعيد ان يكون دول الثنائيات اللي ارسلهم اثنين اثنين. يوحنا يذكره في اول بشارته واخره، يوحنا 21:2 كمان مكتوب فيه. البشارة الثانية بتحطه جنب بارثولوماوس فيلبس وبارثولوماوس. يعني مثلا يوحنا 21 اللي بيحكي حكاية بحر طبرية يقول كان سمعان بطرس وتوما ونسنائيل الذي من قانا الجليل وابني زبدي واثنين تانيين. نسنائيل اللي هو بارثولوماوس. رأى الرب يسوع بعد قيامته عند بحر طبرية. نسنائيل شاف المسيح في الحتة بتاعت بحر طبرية والسمك، وبعدين يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء. اليوم ده كان حضر نسنائيل واحد من السبع الرسل، ما كانوش كل الرسل في اليوم ده. حدث ثاني مهم هو البلاد بقى اللي راح فيها بارثولوماوس، راح اليمن وأرمينيا. على فكرة اليمن والجزيرة العربية بدأت فيها المسيحية من القرن الأول، وانتشرت فيها الأديورة جدا، ومن هنا بتيجي قصة بحيرة الراهب. الأديورة كانت مالية الصحراء العربية ومالية اليمن والجزيرة العربية، إنما أغلب الأديورة دي انحرفت بعد نسطور، فدخل فيها الفكر النسطوري النسطرة. وبرده ده سبب التعليم عشان تعرفوا قد إيه البدع خطيرة بتوصل للخبطة كبيرة قوي بعد كده. فاليمن وأرمينيا دخل فيهم القديس بارثولوماوس ومات مصلوب. اول بعض بيقول انه تعذب لغايه ما مات او اتسلخ جلده واتقطعت راسه. يعني في رايين في حياه القديس بارثولوماوس عن نهايته، انما البلاد اللي راحها بلاد غير بقى الباقيين، راح كده ناحيه الشرق اليمن وارمينيا. يجي توما بقى. توما او التوأم، يقال له التوأم. والتوأم مش بمعناها الحرفي، لا ده لقب يعني. برضو من الجليل، كلهم من الجليل من فوق من البلاد البسيطة الفقيرة دي. وتوما ذكر في أكثر من مكان في الكتاب. مثلا لما ربنا يسوع في يوحنا 11 قال تعالوا نروح للعازر، لما جات له رسالة أن العازر تعبان قعد، وبعد ربع يوم قال لهم ما تيجي نروح، كلهم مش عاوزين يروحوا لأنه بيت عنيا قريب على أورشليم، وأورشليم خلاص ملغمة دلوقتي، عاوزين يمسكوا المسيح، فمحدش عاوز يروح بتعنيا دي لانه خايفين من اليهود. فالمسيح قال لهم يلا نروح. فالتلاميذ قالوا له يا معلم الان كان اليهود يطلبون ان يرجبوك وتذهب الى هناك. فقال لهم معلش ساعات النهار 12 وبدل الواحد ماشي في النور خلاص ما يخافش. فاجاب توما الذي يقال له التوأم لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه. يبقى واضح انه عنده استعداد الشك ده من الاول، يعني ايه مش واثق حتى في قرار المسيح، يلا نروح معاها هي موتة وخلاص. فهو شايف ان المسيح مندفع في القرار ده، وانه زيارته البيت عنيا ما كانتش صح، انما ما قدرش يسيبه. في ليلة العشاء الاخير توما هو اللي سأل السؤال المشهور يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق. يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. ساعتها المسيح قال له أنا هو الطريق والحق والحياة. كان توما صاحب السؤال. توما طبعا له القصة المشهورة بتاعت الشك في القيامة، أن الحد يوم القيامة نفسه ما حضرش هو في العلية، يوم حد القيامة
11 تلميذ كانوا، العشر تلاميذ كانش في توما ولا يهوذا. فلما توما رجع قالوا له ده احنا شفنا المسيح، والمسيح قال مش هصدق، انا لازم احط اصبعي عشان اصدق. فالحد اللي بعده اللي بنسميه حد توما، اللي هو الحد الاول بعد العيد بعد قيامه، ربنا يسوع ظهر له وقال له تعالى يا توما حط ايدك. قد راينا الرب، قال لهم لازم احط ايدي، فقال له طب هات ايدك وحط. حنا 20 من 26 ل 29، ساعتها توما ركع وقال، قال له ربي وإلهي، فقال له يا توما لأنك رأيتني آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. توما ابتدى يكرس في اليهودية كعادة الآباء، لكن طلع ناحية العراق، يبقى افتكروا العراق دي ابتدى فيها توما وبلاد العرب. يعني احنا دلوقتي عندنا اتنين دخلوا بلاد العرب، برسلوماوس نسنائيل وتوما، دول كرزوا في بلاد العرب. ووصل توما إلى الحبشة، ويعتقد انه وصل للهند وقعد فيها فتره طويله قوي. يقال في اثناء وجوده في الهند حصل ايه؟ العذراء تنيحت، ودي سر القصه المشهوره بتاعت ان لما جم يودعوا، طبعا كل الاباء الرسل اجتمعوا لان العذراء دي امهم، فجم يودعوها وشالوا الجسد وراحوا يدفنوه. ثم ما حضرش، ثم ما حضرش، انما شاف حاجه هم ما شافوهاش بقى، ان الملائكه خدوا جسد العذراء وطلعين بيه السماء. دي شافها هو، وهو يعني بروح الروح القدس. فجاءوا اصر انه يفتحوا له القبر. طبعا هم عارفين طبعه، فقالوا مش هننفع نقاوح معاه، ففتحوا له القبر فما لقوش الجسد. قالوا له انت وراك سر، حكى لهم الحكايه. قال لهم انا كنت عارف انها تنيحت، وعارف ان انا لو قلت لكم جسدها طلع السماء مش هتصدقوا، فانا اصريت اشوف جسدها، انما جسدها مش على الارض. فهم صاموا ساعتها اسبوعين بقى عشان يعلنوا الخبر للكنيسه. من هنا جت فكره صيام العذراء. فصيام العذراء توما له فيه يعني. بيقال انه كمان وصل للصين، يقال انه وصل لاخر العالم يعني القديم. توما شوفوا قد ايه ابتدى حياته بشك وضعف، انما من اكثر الكارزين يعني، الحبشه والهند والصين يعتقد انه توما مات ان كهنه الاوثان هجموا عليه وقعدوا يقطعوا في جلده وهو حي، وبعدين طعنوه بالرماح حتى مات. كلهم استشهدوا، احنا قلنا ما عدا مين؟ ما عدا يوحنا الحبيب.